الموضوع الذي سأتطرق إليه في هذه الندوة حول قانون مالية 2022 هو موضوع ذو أهمية كبيرة، وهو موضوع النمو الاقتصادي ومسألة تحكم في الدين. ونعلم أن مشروع قانون مالية 2022 يعتبر حلقة جديدة في التاريخ الاقتصادي المغرب، نظرا لكونه يندرج في إطار تنفيذ البرنامج التنموي الجديد، وكذلك يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي. هذا البرنامج الحكومي الذي يتوق إلى تحقيق نسبة نمو ديال 3.2% سنة 2022، وكذلك يتوق إلى التحكم في الدين. لكي نتمكن من تحقيق هذه الأهداف وجب التعامل بفاعلية مع أولا الاستثمار العمومي. يجب جعل الاستثمار العمومي أكثر فاعلية عن طريق يعني المضاعفات التي تهم النفقات العمومية. نعلم أن هذه المضاعفات تبقى ضعيفة جدا. لماذا؟ لأن المستوى الواردات يبقى مرتفعا، وهذا يخفض من الأثر الإيجابي الذي نريده من الاستثمارات العمومية. المسألة التالية هي مسألة تحكم في الدين. نعلم أن بعد الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، لجأ المغرب إلى الاستدانة، وهذه الاستدانة جعلت مستوى المديونية مرتفعا، وهذا يحتم على المسؤولين وفي إطار القوانين المالية وخصوصا قانون مالية 2022 يحتم العمل على التحكم في الدين. ولا يمكن أن نتحكم في الدين إلا إذا أولا تحكمنا في النفقات العمومية، وكذلك تمكننا من توسيع دائرة العائدات الجبائية، لأن يظهر حسب الأرقام المتوفرة أن العائدات الجبائية لا تتمشى مع نمو الناتج الداخلي الخام. في المحصلة هنا على المسؤولين أن يرفعوا نوعين من التحديات. التحدي الأول هو انطلاقة جيدة بواسطة تحقيق نسبة نمو، على الأقل نسبة نمو المسطرة هي 3.2%، وعمل كذلك على جعل نسبة المديونية يعني تسير في يعني واحد الخطى ديال الانخفاض في الفترة الزمنية المقبلة.